عشان يطلع الاكل حلو ده وهم بيطلع ياكلوا حلو جدا بتريكس صغيره يعني. ممكن ناكل براونيز بس ما فيهاش تويست بقى، تويست، هنحط ستيفيا، هنحط بطاطا، اه هنعمل شويه بديل بدل لما يبقى فيها سعرات عاليه قوي، هنخلي لك الشوكولاته بس هناكلها وطعمها يجنن. هناكل برجر بس بدل لما يبقى فيه دهون هنحط بتنجان، وما بيبقوش عارفين فبيلاقوه جوسي وطري. فالحاجات بتبقى ايه ده، هو انا هاكل سالمون برايس نودلز وهاكل بيتزا وهاكل برجر وهاكل براونيز وهاكل كل حاجه ممكن اكلها، بس هناكلها بكميات ما ينفعش اللي هيزيد عن حده هيتقلب ضده حتى لو هي معموله هيلثي. اكبر واحد او واحده عامله عند حضرتك تخسيس نزلوا قد ايه؟ احنا قلنا 30 كيلو. 30 كيلو انا عارفه. 30 بس اللي بيقعدوا مثلا شهر بيستفيدوا بقى حاجه زياده، غير ان هي ممكن تجيب 10 كيلو او 15 كيلو في شهر. لا هي كمان غيرت كل عاداتها، احنا عشان نغير اي عاده محتاجين من 21 ل 28 يوم. من عاده سيئه لكويسه. فلو انا قعدت الوقت ده انت خلصتيني من العادات دي، انا خلاص بقى الارم الساعه 10 دماغي بترن انا لازم افطر دلوقتي. وبعد ما اخرج استمر ازاي؟ ما هو ده بقى اللي احنا بنعمله. الاراده بقى. بس دي مفاجاه بقى. نعملها حصري. ايه بقى؟ ده لسه هتبتدي 1 يناير، عاملين ابلكيشن لكل الخريجين بتوعنا ان احنا نعمل لهم النظام الغذائي بتاعهم كله ونتابعه ولستة المشتريات بتاعتها والوصفات كلها عشان تقدر تفضل مكمله. يعني هي تطبخ في بيتها ولا يجي لك من عندك؟ لا هي تطبخ في بيتها. باشتراك ولا بحاجه رمزيه جدا للخريجين. حلو قوي. يعني بنتكلم ان معايا بيرسونال اسيستنت كل يوم، هم لسه الخريجين على فكره ما يعرفوش الكلام ده. طب لا دي مفاجاه بقى، دي مفاجاه هتبتدي ان شاء الله من 1 يناير. انت عندك كام خريجين؟ لا الافات، احنا 9 سنين برضه الحمد لله. طيب بصي بقى، في ستات كتير معاش فلوس ما تقدرش، they cannot afford ان هم يسيبوا بيتهم سواء ماديا سواء وجود، ان هم ما يقدروش يسيبوا بيتهم واولادهم وجوزهم ويروحوا كامب. تنصحي بايه اي ست بتتفرج علينا دلوقتي لو عايزه تعمل كامب زي بتاع حضرتك في بيتها؟ يعني اول حاجه تعزل نفسها شويه، ما تبقاش اكسبوز للمغريات. انا كل ما بنزل كل ما ببقى معرضه للمولتن كيك والتشيز كيك يعني الحاجات دي بتجيبني. فاعزل نفسي شويه وابتدي واحده واحده، يعني اغير تغيير 1% بدل لما انا ببقى عايزه أنا اغير كل حاجه. جاهز نفسيا بالظبط كده. يعني ممكن اصوم الصيام المتقطع وابتدي اقلل الخروج شويه، يبقى مره واحده في الاسبوع مرتين او حتى امسك نفسي شويه. دول اول حاجتين نبتدي نعمل، واتحرك حركه خفيفه قوي 3 ساعات في الاسبوع كله، يعني 3 مرات. يعني ممكن الولاد في التمرين اتمشي شويه بدل لما انت بتبقي قاعده على الكرسي. يعني خلينا في الاكتف مود على طول. رحت ركنت في مكان، المصريين لو ما ركناش في حضن المكان ما نخشش. اركني بعيد شويه وتمشيها. داخلين مصلحه حكوميه نعمل اي حاجه، بنقف طابور اسانسير مستنيين عشان نطلع. طب ما هو دور واحد، ما تطلعيش سلم. يعني خلينا نفكر ان انا ابقى طريقه ثانيه. والاكل هو اكتر حاجه هتجيب لي نتيجه. هبطل 70% من الخساسين أكل. تقطع كربوهيدرات خالص بالليل، تقطع الكربوهيدرات النشويات. يعني فطار تاخدي نشويات، غدا تاخدي نشويات براحتك. جه بقى ميعاد العشاء ما ناكل بروتين وخضار. ليه بتاخدي نشويات؟ انت محتاجه طاقه ليه؟ يعني ما اخدش ولا رز. ليه باخد فاكهه ولا رز ولا مكرونه ولا عيش ولا عيش ولا عيش بالليل؟ خليهم الصبح، فاكهه وخضار. ما انت اكلتيهم وانت مش محرومه منهم. فامنعوا النشويات من بالليل. والفاكهه لو انا داخله تمرين ما يكون نص موزه، انا اكل موزه كامله وادخل تمرين. لكن محتاجه الفراكتوز ده السكر بتاع الفاكهه في ايه؟ خلاص لا، هنقطع بالليل سكريات ونقطع نشويات. نشويات سكريات ونشويات. لو عملنا بس شويه التغييرات دي انت هتجيبي نتائج، بس خليكي واقعيه في النتائج اللي هتوصل. ندى تعلب نور.